باب تفعیل کی علامت، اس کے عین کلمہ مشدد ہو گر اس اور علامت مضارع مذموم ہو گر اس کا مصدر تفعیل تفعیلت یا فعال کے وزن پر آتا ہے. صرف صغیر ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف لم يصرف لم يصرف لا 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 يصرف الامر من يصرف لتصرف ليصرف ليصرف والنهي عن لا تصرف لا تصرف لا يصرف لا يصرف والظرف منه مصرف المصرفان مصرفان المصرفات والآلة منه ما بالتصريف وافعال التفضيل منه اشد تصريفا وفعل التعجب منه ما اشد تصريفا واشد بتصريفه.